اي ردود الافعال عن على المباراه اللي انت خدته في تمثيل انجلترا ضد مصر النهارده؟ بجد كان يوم مهم جدا ليا بصراحه، يمكن اللي الاقي الناس كلها تشجعني الفتره دي كان حاجه. انا كنت جوه الملعب، ما كنتش بحاول ما بينش، كنت محتاج ان اركز في الماتش، بس فعلا كنت في اوقات كتير كنت اثر فيها جدا جوه الماتش. لما كنت بسمع الناس بتقول اسمي كل شرباجي، يمكن كانت تاثر فيا طبعا جدا، بس عمري ما هنسى اليوم بتاع النهارده، وحاسس ان الناس كلها جت تشجعني بالطريقه دي، وان شاء الله هحاول استمر واحاول العب ماتشات كويس هنا. ايه رايك في الحضور الجماهيري النهارده وشايف ازاي الاستقبال؟ لا بجد مش عارف اشكر كل ازاي الناس اللي جت تشجعني النهارده. يمكن النهارده كان يوم يعني مهم جدا ليا، وان الناس كلها جت تشجعني بالطريقه دي، يمكن اتأثرت جدا وانا في اوقات جوه الملعب، كنت متأثر جدا اصلا، بس كنت بحاول ان انا ما ابينش، كنت محتاج ان انا اركز في اللعب. بس بعد الماتش لما الناس فضلت تقول شرباجي، انا بجد يعني ما كانش في حاجه اقدر اقولها غير ان انا اشكر الجماهير. يمكن كان يوم كبير ليا، عمري فعلا ما هنسى يوم زي ده. كان باين ان انت في الماتش ده متوتر اكتر من ماتش طارق، هل ده عشان الماتش في مصر ولا عشان؟ اكيد كان في ضغط طبعا بسبب كده طبعا، اول مره طبعا انزل مصر وانا بطلع في مصر، ومن ساعه كل الاحداث اللي حصلت اللي فاتت، فان انا يحصل التشجيع ده كده ليا النهارده، يمكن فعلا زي ما قلت عمري ما هنسى اليوم النهارده. شكرا لكل الناس بجد. شكرا. الناس مستنيه تسمع الكلام ده الكبيره اللي اتعملت، مشاكل السكواش كمان علشان تتحل، يعني ده حتى انت كده بتساعد زمايلك برضو، يعني اتكلمت ان في مشاكل في السكواش، فاللي انت عندك انت كنت شايف حاجات حلوه، انت كنت شايف حاجات حلوه، يعني هي بتشجعك، هي متضايقه برضه، يعني انت بتتحمل اسم مصر، يعني دي حاجه طبيعيه. حتى هم بيشجعوك كمحمد شربات، ان انت ليك كبير جدا باسم مصر، ولكن الناس من جواها برضه اكيد متضايقه ان انت ما بقتش بتلعب باسم مصر. في الاخر انا الحمد لله كسبت 44 بطوله باسم مصر، وقعدت 50 شهر رقم واحد على العالم باسم مصر، وحاربت كتير جوه بلدي ان انا احاول اكسب بطولات في اخر 12 سنه، والحمد لله ان انا اقدر رقم واحد على العالم في اكثر من 4 سنين، دي اكثر مصري جاب في التاريخ. ف كل حاجه بطولات حققتها في حياتي دي اكثرها في البطوله، كل حاجه باسم مصر، دي حاجه عمرها ما هتتغير. شفت محمد؟ فمفيش حاجه، مفيش حد يقدر ينسى اللي انا عملته قبل كده، وانا عمري وهفضل طول حياتي انا فخور ان انا عملت اللي حققت البطولات دي باسم مصر وباسم بلدي. لكن اي حاجه، اي قرار انا اخدته الفتره اللي فاتت دي قرارات، انا مش حابب ان انا اتكلم في غلطات دلوقتي حصلت في الفتره اللي فاتت بصراحه. بقالها فترات كثيره من وانا ناشئ وانا بحارب بصراحه. كل اللي اقدر اقوله ان انا من عندي 15 سنه انا عايش في انجلترا، بابايا سافر